السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها لكم قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، نبدأ من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق. يستقبل العراق الكثير من العمال الأجانب في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي تسببت بتظاهرات واحتجاجات في أكثر من مرة بسبب عدم اتخاذ الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 أي إجراءات للحد من زيادة أعدادهم، رغم وصولهم إلى 1,500,000 عامل في البلاد بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب. طبعا بين فترة وأخرى تعلن الحكومة ترحيل آلاف من الوافدين الأجانب من البلاد لمخالفتهم شروط الإقامة، إلا أن أعدادهم إلى الآن كبيرة جدا، مما ساهم بوصول نسبة البطالة في البلاد إلى 40% وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط. طبعا هذا الموضوع يقود العراقيين إلى الغضب، إلى التظاهر، حيث تظاهر المئات من سكان محافظة البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل في مصفى الشعيبة النفطي. احتشدوا أمام مصفى الشعيبة بقضاء الزبير في محافظة البصرة للمطالبة بالحصول على وظائف حكومية، ورددوا هتافات تندد بممارسات الحكومة بعدم توفير فرص عمل للعاطلين في الوقت نفسه الذي توظف فيه العمالة الأجنبية. لنشاهد. هذا وضع العمال يطالب بالشغل، هذا عاجبك الوضع يعني؟ هذا الوضع عاجبك؟ مكتب التشغيل أسعد العيداني، هذول أبناء البصرة، عاجبك الوضع هذا؟ هذا الوضع عاجبك؟ مسؤولين البصرة، نواب البصرة، هذول ولدكم، عاجبتكم الوضعية نايمين بالشمس باب المصفى الشعبي على مود العالم يشغلهم؟ الأجنبي إلى تخصيصات إنه يشتغل عادي، طب مكرم معزز وابن البصرة قاعد هنا بالشمس. محمد العبادي، عاجبك الوضع هذا؟ هاي العالم من الصبح طالع دور شغل. خرج شباب البصرة اليوم المطالبة في فرص العمل في مصفى الشعيبة وإخراج العمال الأجنبية. هذه الشباب كلهم أصحاب مهن وخبرات، فهم أنهم الأولوية في العمل في هذا المصفى، ولكن إدارة المصفى تأتي بالشركات الأجنبية والعمال الأجنبية وتشغيلهم. فنرجو من القوات، من الجهات الرسمية، إسنادنا في هذا الموضوع. في الوقت الذي يعاني فيه ابن البلد من البطالة ويبحث عن فرص عمل دائما، هو أيضا كما قلنا يتظاهر للمطالبة بحقه. هذه المرة تظاهر الخريجون التربويون المعتصمون أمام مبنى محافظة القادسية، خرجوا للمطالبة بحقوقهم، فتعرضوا للاعتداء بالضرب من قبل القوات الحكومية بالعصي والهراوات والحجارة، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بصفوفهم. وأظهرت صور متداولة لحظة اعتداء القوات الحكومية على الخريجين الذين طالبوا بتوفير فرص عمل، في تكرار لذات النهج الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة في قمع كل الأصوات المطالبة بحقوقها بدلا من الاستجابة لها. دعونا نشاهد. لنتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. عندنا سرمد يقول: مو شرطة، وحوش، الله وكيلكم، الله لا يسلطهم على عبد مسلم. ما تشوف العراق ما يصير به خير من وراء هالنماذج؟ محمد مسافر يقول: تهميش أصحاب الكفاءات والخريجين من التربويين والإداريين وصمة عار على الحكومة.
رعد الأسمر يقول: للأسف والله هذا حال الخريجين المظلومين، حقهم والنوب ينضربون. أحمد الأمير يقول: الاعتداء على الخريجين التربويين والإداريين مرفوض. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام للتعليق على هذا الموضوع أو ما لدينا ضمن فقراتنا أيضا. ويانا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد المحترم، وحيا الله قناة الرافدين والساده المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد. إحنا للأسف للأدنى بالعراق اللي الشهادات العليا وذات يعني ذات الكفاءات اللي ناس الشباب اللي تعبوا على نفسهم درسوا طيلة السنين اللي فاتت. يعني إحنا لو كل بلدان العالم اللي موجودة مثل عندنا هيك ناس طالبة وهيك ناس يعني مفانين العلم وعندهم استعداد أن يقوم بلدهم يعني بكافة الأمور الحياة اللي لازم الدولة توفر لهم. لكن عندنا للأسف بالعراق عندنا أستاذ محمد يعني من 2003 عندنا ناس ذو شهادات يعني عليا ذات يعني عقول خيرة ذات عقول نيرة نقدر يعتمد عليهم البلد ويعتمد أن يكون يشكل دولة ذات يعني ذات حضارة ذات أصالة ذات كل الأمور اللي ما يعني يعتمد عليها الشباب وهاي الأجيال. لكن للأسف عندنا حكومتنا وسلطة الأحزاب ما تنشئ دولة وما تنشئ شعب يعني تقدر تستفاد من هاي الطاقات وهاي هاي الناس اللي تعبان على نفسها. هذا العلم اللي صار عندهم، هذا التطور الشعب العراقي. نعم أبو عمر، أبو عمر ماشي. يعني أريد بس أسأل حضرتك على موضوع العمالة الأجنبية، شلون تشوف هذا الموضوع والعراق اليوم بمليون وخمسمائة ألف عامل أجنبي يعمل في الشركات الموجودة داخل العراق بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب؟ هذا رقم كبير جدا جدا. ليش أكو مليون ونص يشتغلون بالعراق وعندنا 40% من شباب العراق ورجالة عاطلين عن العمل؟ أستاذ محمد بالنسبة من حكومة سلطة الأحزاب، إحنا ما عندنا حكومة عراقية ذات سيادة ذات مكانة للشعب، إحنا عندنا سلطة أحزاب وناس تفيد يعني دول الجوار. لكن للأسف إحنا هاي العدد أكثر من مليون وخمسمية أو روح ما مليون، هاي المفروض يعني عيب وخزي على حكومة سلطة الأحزاب. المفروض الشعب العراقي أبناء الشعب العراقي هم من يخدمون البلد، هم من يتطورون البلد، هم من يعيدون البلد هيبته ومكانته وسيادته. لكن للأسف إحنا عندنا الغريب اللي قاعد بيجي منبر مع احتراماتنا للدول المجاورة، فالناس يعني نقدر نقول بأن العراق فأولى يعني من ما يجي رجع ناس أجانب يعني يأخذون هاي المكانة، والشعب العراقي يعني من يطالب إلى تعيين من يطالب إلى حقوقه يقتلوه وقاعدين يقمعوه. ليش إنه هذا السبب القتل والقمع اللي دلشبه من القوات الأمنية؟ والمواطن العراقي محتاج إلى هذه أن يكون إلى فد مكانة فد يعني إلى احترامه إلى يعني بعد ما تخرج بعد ما درس وتعب على نفسه لازم أن يكون الدولة تقدر هاي المكانة وتقدر هاي الشهادة اللي هو نعم. أنا أشكرك يا أبو عمر، وصلت الفكرة، أشكر حضرتك للمشاركة. ويانا سيد هشام من بابل، تفضل يا هشام. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك؟ أهلا وسهلا يا هشام، تفضل. السلام الله يخليك أخوي. هذه الحكومات الطائفية لا تخدم العراق هذه. إي والله، يعني عندما نلاحظ ان اجهزتها القمعيه البطاجيه هذه لا تخدمها، بل تسبب المشاكل والاذيه لكل المحافظات العراقيه. الله وكيلك. يعني ممارسات بالسابق سوت ما مارست تلك القوات القمعيه وتلك البطاجيه العمياء هذه حتى اليوم وغدا. يا اخي هذه الله وكيلك هذه بغال وحمير، هذه ليس من البغال تريد اي فائده منها، من كل هالبغال من قد عناصرهم من قد افرادهم الله وكيلك ابغال وحمير وحشيه والوحشيه. طيب، ما يراد من عندها اي فائده. شنو تعليقك على الله وكيلك هشام، شنو تعليقك على موضوع انه اكو بالعراق مليون ونص عامل
أجنبي يشتغل بالشركات الأهلية وشركات النفط بشكل خاص طبعاً، وطبعاً منتشرين بالشركات الخاصة الموجودة اللي تعمل بالعراق. ليش ما تفرض الحكومة على هذه الشركات ضمن قوانين العمل أنه يوظفون العراقيين؟ ليش الموضوع متروك؟ عندنا 40% نسبة بطالة بالعراق. خويا هذه الحكومات المستبدة الفاسدة القمعية هذه يعني لا تخدم شباب العراق هذه، بل السبب له العطالة بطالة طالما بقاء هذه النظمة التكفيرية المستبدة، بل هي تخدم أبناء الدول العربية من ضمنها مصر يعني دول الأخرى لبنان سوريا من أي دول، بل هي لا تخدم الشباب العراقي. طيب. كل هذه البرطجية كل هالنظمة البرطجية العمياء هذه. طيب. ومن شكراً خلال شكراً نعم. أنا أشكرك هشام من باب الوصلة الفكرة. وطبعا احنا العمالة الأجنبية الموجودة في العراق ليست فقط من دول عربية، بل كثير منها يأتي من دول أخرى مع الشركات العاملة في العراق، يأتون بعمالتهم والحكومة عايفة الموضوع وتتفرج وموافقة عليه وتارك أبناء البلد يجلسون على الرصيف. محمد من كربلاء، تفضل يا محمد. مساء أستاذ محمد العزيز الغالي، حياك الله وحي قناة الوافدين وكادوة الوطني حس الوطني صلى الله على ناسك هذا الحس الوطني الله انت احنا بيكم ان شاء الله نشوف الخير. الله يسلمك استاذ محمد والكادي والاستاذ افل، صلى الله عليه يحفظكم ان شاء الله ويسدد خطاكم. استاذ قبل لا ابدي بالموضوع انا بدي اطلب رقم تليفونك او تليفون استاذ افل، لان عندي فد امر خاص ان شاء الله. هاي وحده ان شاء الله. وموضوع الثاني استاذ محمد، يعني من اللطائف في هذه الحكومة ومن الغيث في هذه الحكومة، واحد باكستاني يشتغل ببصرة وبنصف البصرة ينشر إعلان العقد ونغلق عليكم أو العفو 300 دولار باليوم أو 30 ورقة مثل ما يقول 30 ورقة وشبابنا يعني والله العظيم يا أستاذ شيء يؤسف نقول هاي حكومة تكون بلد حضارته 7000 عام. معك شديد الأسف، يعني في شخصيات في ناس كفؤين، في ناس أنتم مو كفؤين، أنتم أصلاً غير ولا رجال دولة في هذا المضمار. وبالمناسبة سيد محمد، المن يمثلون إذا هم يقولون إحنا ممثلي الشعب داخل البرلمان؟ لا شرعوا قانون يحفظ حقوق العاملين في العراق، لا شرعوا قانون يفرض على الشركات الأجنبية العاملة أن توظف الأيدي العاملة العراقية وتستثمر الدولة وجود شركات خاصة حتى تشغل الفائض عندها من الخريجين وغيرهم. هاي الأمور ما سوتها، لا تمثل العراق العراقيين داخل العراق ولا تمثلهم خارج العراق. لمن تمثل هاي الحكومة؟ أجندات خارجية وخصوصاً إيران. شهد الله ورسوله لا يملكون القرار، شهد الله ورسوله لا يملكون قرار حاكم ولا هم رجال دولة، كل أوامرهم تجي من السفارات. شهد الله وما أريد هذا بالخصوص إيران، يعني إحنا لو نخلص من إيران نخلص من أمريكا العراق بخير، لأن دولة عملاء وجابوهم نين ما شال لقطوهم جابوهم، يعني السفيرة الأمريكية تجتمع تبع مراتب من مراتب حكومة السودان شنها الدعم الدولي. يعني أنتم تشوفون المأساة مالتنا وتدعمون دولة، إذن أنتم مستفادين. والشيء الثاني أستاذ محمد، أنا ما أريد أطول عليك، أكو ناس منتظرين. أستاذ محمد العزيز، بالنسبة لقانون التجنيد أنتم شو فاتحين فقرة كل واحد هاي بتكلمون وشلون تدخلون شلون تقيمون قانون الخدمة الإلزامية إلى تدعمون الإرهابية الأفرارية الإرهابيين. يا أستاذ محمد، هم دول رجال دولة والله معك للأسف، فالشي مهزلة والله العظيم مهزلة. أنا أشكرك محمد. سيد محمد من كربلاء، شكرا جزيلا لحضرتك. ويانا أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبي، حياك الله، اهلا وسهلا ابو عبد الله. استاذ انت تقول البرلمان يمثل الشعب، يا شعب اللي يمثل الشعب ايران. انا بس تصحيح، انا ما قلت يمثل، قلت مو المفروض يقولون هم احنا نمثل الشعب؟ هذول اي يمثلون الشعب اللي اجابهم. ايران اجابتهم وخلتهم يمثلون ايران، فايده لايران.
هو من حيضل العامل الاجنبي كذا دولار. نعم. لان هو متفق ويا الدوله مالته انه راح اجيب لك الحطاله مالتك البطاله مالتك يمك بالخارج اجيبهم اشغلهم بالعراق في سبيل انا اظل حل كرسي وابوه. نعم. ومع احتراماتي لاخوي هاشم من بابل من يقول هذول حمير بغال. لا، الحمير والبغال ذكرت بالقران وخلقنا لكم الحمير والبغال لتحملوا عليها اطفالكم. يعني يا اطفال هذول يحملون، هذول يحملون اطفال وحيدسون على الشعب. هذول ينكسون حتى اسم البغال. طيب. سيد ابو عبد الله. سيد ابو عبد الله، تعتقد بانه ممكن يتغير شيء في ظل الحكومه الجديده بخصوص قضيه العمل والبطاله؟ يتغير نحو الأسوأ مو نحو الزين. نحو نعم. الأسوأ ما يغيرون نحو الزين. نعم. أنا أشكرك أبو عبد الله من صلاح الدين، شكرا جزيلا لك للمشاركة. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا في هذه الحلقة من فقرات أخرى ومقاطع متداولة. طبعا نذهب وإياكم إلى تداعيات حريق الوزيرية، حيث قالت مديرية الدفاع المدني في العراق أن الحصيلة النهائية لحريق الوزيرية بلغت 12 مفقودا، جاري البحث عنهم بعد انهيار أجزاء من البناية المحترقة. طبعا كانت المديرية قد أعلنت في وقت سابق السيطرة على حريق نشب داخل مبنى تجاري وأحد عشر مخزنا في منطقة الوزيرية ضمن العاصمة بغداد، استمر اندلاع النيران فيها أكثر من 10 ساعات وشاركت نحو 50 فرقة إطفاء لإخماد هذا الحريق. دعونا نشاهد معا شهادة أحد الصحفيين التي سجلها بالقرب من موقع المبنى المحترق. مكان الحادث حريق في الوزيرية، مخزن العبور، الآن الكارثة أنه يتحدثون عن 11 مفقود من بينهم عائلة متكونة من 5 نفرات، أحدهم طفل صغير في هذا المكان. فرق انقاذ الدفاع المدني موجودين وفرق الانقاذ ايضا موجودين، والان تسمعون انفجارات علب العطور المركزه وعلب العطور المعربات في الوزيريه. لغايه الان الاخوه في وزاره الداخليه يتحدثون عن انه هذا المخزون غير صحيح او طريقه الخزن يعني غير صحيحه، لذلك انه سببت لنا هذه الكارثه. واحنا العراقيين يوميا مصابين على مصيبه، يوميا مصابين على مصيبه ومصايبنا هواي. نكمل مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. نائب المدير العام للدفاع المدني العميد حسن الخزرجي قال إن المبنى المحترق في الوزيرية مخالف لشروط السلامة، وعلى الرغم من هذا كان يستخدم كمخزن للعطور. فيما أعلنت مديرية الدفاع المدني إصابة 32 منتسبا في فرق الدفاع المدني بينهم ضباط إثر انهيار المبنى خلال عمليات الإطفاء. طبعا في غضون ذلك شهدت مواقع التواصل الاجتماعي استياء شعبيا على خلفية تداول صور لمنتسبين في الدفاع المدني وهما يرقدان على سرير واحد، بينما وضع المغذي بسلة تستخدم في الدراجات الهوائية بايسيكل خلفهما. طبعا خلال زيارة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى مدينة الطب لتفقد أحوال المصابين من منتسبي مديرية الدفاع المدني، العراقيون استهجنوا الحال الذي وصلت إليه الدولة العراقية في ظل انهيار القطاع الصحي الذي عبرت عنه هذه الصورة. كما تلاحظون يعني مأساة حقيقة، مأساة وصورة تفضح وتعكس حقيقة الواقع الصحي في العراق. منتسبان أمنيان يجلسان على أو ينامان على سرير واحد، يستلقيان على سرير واحد، أصيبا جراء إطفاء الحريق في الوزيرية كما تلاحظون، ويتفقد الوزير حال المصابين. طبعا خلونا نشوف التعليقات اللي جاءت بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الصورة مشاهدينا الكرام. دنتست زينب ساعدي تقول مدينة الطب إذا صاحي يدخلها يموت، وضع مزري، الصحة من حرامي لحرامي. صباح هاشم يقول والله هذا الموضوع طبيعي بالمستشفيات، مرات نوصل
3 مريضات على سرير واحد، عدد السكان دا يزيد وما عندنا طاقة استيعابية للمرضى. محمد غضبان يقول: للأسف هذه مستشفياتنا ونحن بلد البترول، فقط أموال الضرائب التي سرقت تكفي لبناء 1000 مستشفى ومدرسة. لدينا عادل المدريدي يقول: ولماذا الاستغراب؟ الواقع في المستشفيات أسوأ من الصور، والبركة بالأحزاب والذي يطبل لهذه الأحزاب. معنا السيد أبو يوسف من كركوك، تفضل يا أبو يوسف. سيد أبو يوسف، أبو يوسف من كركوك، أبو يوسف مدى يسمعنا؟ إذا تسمع يا أبو يوسف حاول الاتصال مرة ثانية، وبرجاء إخفاض صوت التلفاز قدر المستطاع. نكمل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام وننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. أنهت رصاصة طائشة حياة طفل يدعى سيف في محافظة كربلاء أثناء عودته من المدرسة نتيجة لاندلاع نزاع مسلح في حي الغدير. مصدر أمني في كربلاء قال إن نزاعا عشائريا اندلع في منطقة حي الغدير وسط محافظة كربلاء تطور إلى استخدام السلاح بين طرفي النزاع، ما أسفر عن مقتل طفل برصاصة طائشة. ذوو الضحية قالوا إن النزاع اندلع داخل سوق شعبية، ما دفع الأطراف المتخاصمة لإطلاق النار بصورة عشوائية. هذا الموضوع أسفر عن مقتل ابنهم بعد تلقيه 3 رصاصات وإصابة سيدة بجروح. لنشاهد. حدثت مشاجرة في سوق حي الغدير في كربلاء، هذا سوق حي الغدير أكبر أسواق المحافظة. مشاجرة صار بين عشيرتين، رمي إطلاق نار بالسلاح المنفلت طبعا، فكان ابننا سيف توه حال من المدرسة وجاي راجع لأهله، فانصاب من قبل المنفلتين والمستهزئين بأرواح الناس بهذا السلاح، انصابوا القتل سيف وبعد ويا 2 أو 3 امرأة وشخص بالإنعاش وشخص مات. ثانيا نطالب حتى شيوخ العشائر أنه يحاسبون عشائرهم على هذا الشيء. ثانيا نحاسب القضاء على محاسبة المجرمين في هذه الحادثة. أثناء ما مر بالسوق صارت نزاع عشائري مسلح، على نتيجة هذا النزاع العشائري طفل سيف مات، انقتل الطفل سيف وانحرمت من عدة أمه، ليش هيك هذه النزاعات العشائرية؟ طبعا النزاعات العشائرية صارت بين طرفين، ما نعرف شنو السبب، نطلب من القيادة الأمنية، نطلب من محافظة كربلاء، نطلب من القضاء العراقي أن يشوفون حل هذه المشكلة، نطالب القضاء العراقي أن ينزل أقصى عقوبات بحق المجرم اللي قتل سيف واللي أخذه من أمه، من حضن أمه وحضن أبوه. موضوع مشاهدينا الكرام الانهيار الأمني في العراق وفوضى السلاح. طبعا أظهر مقطع مصور سنشاهده بعد قليل إصابة رجل بساقه جراء إصابته برصاصة طائشة بعد اندلاع نزاع عشائري في منطقة الحميدية بمدينة الصدر شرقية بغداد. ذو الرجل ناشدوا الجهات المختصة لوضع حد لمثل هذه الحوادث التي لطالما ما يذهب ضحيتها أبرياء لا علاقة لهم بطرفي النزاع. لنشاهد. يا عم الله يرضى محمد، الله يرضى هاي عشائر، وصارت دقة بينهم ويدعمهم وبالحمد ناس متعافي. رحم الوالدك سووا لنا حل يا الدولة، يا رئيس وزراء جديد، يا الله رحم الوالديكم سووا لنا حل. هسه صاحب عائلة عنده وتشم العظم، هذا شنو ذنبه؟ هذا عنده عائلة وعنده 4 بنات، شنو هذا ذنبه؟ هذا الموضوع مشاهدينا لا ينتهي عند هذا الحد، نبقى في بغداد وننتقل من مدينة الصدر إلى قضاء التاجي شمالية بغداد، حيث أكدت مصادر صحفية مقتل شخص وإصابة 6 آخرين إثر مشاجرة تطورت فيما بعد لتصبح نزاعا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في قضاء التاجي شمال بغداد. أظهر المقطع المصور اللحظات الأولى لاندلاع المشاجرة قبل أن تتطور. لنشاهد. نتابع بعض التعليقات مشاهدينا بشأن هذه المقاطع التي عرضناها. لدينا علياء تقول: ليش هيك دا يصير العالم؟ وين عقولها؟ ليش هالتهجم؟ بهاء إبراهيم يقول: للأسف
شوفوا لوين وصل بينا الحال، صارت ناس تقتل ناس والوضع خرج عن السيطرة والحكومة واقفة تتفرج. هو هذا عراق المستقبل؟ بالخير عليكم. مروان التميمي يقول: عند غياب القانون وضعف الدولة تأكدوا أن الفوضى هي حية لم تمت. وحسين علي العباسي يقول: فرض القانون يحد من تكرار مثل هذه الحالات الدخيلة على المجتمع. مشاهدينا، لنذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة كل إنسان، هو الماء الذي نشربه. ونقف التصوير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم. معنا السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي. يرحم والديك، أنت رجل عمي. أمشي معك بغير دولة دقة عشائرية. شلون عفوا؟ الجوار دار ما دارنا بدول اوروبيه، هم سمعتك دقات عشائريه. حسب اللي دا نسمعه ما. هم البغداد للشمال سمعت دقه عشائريه. لو بس من البصره لبغداد هاي الدقه العشائريه. نعم. هاي العشائريه لا تطلع الطالب على ماي دجله والفرات الماتم طلعت. مسانده الفقراء بالجنوب طلعت هاي عشائرنا. تحسن الحال لتأمين الصحة طالبة العشائر. نعم. ليش برأيك يا أبو علي؟ أنا أقول أنا ما أدري. ليش هيك يعني؟ ليش العشائر بالجنوب والوسط بس قتال بيناتهم؟ والله قسمتنا طايحة، الله وكيل قسمتنا طايحة ظلنا بالعراق. والله قسمتنا طايحة إلى مصير إلى. طيب بعيداً سيد أبو علي، بعيداً عن موضوع القسمة، خلينا نحكي بالواقع الموجود اليوم. من اللي غذى هاي الأفكار عند الناس وخلاهم يحملون السلاح بكل بساطة وماكو قانوني حاسب؟ والله أنا أسمع التاريخ عن تركيا إلى يومنا هذا، يا دقات عشائر يا معارك عشائر. هسه لو التأمين الصحي للمناطق ترى جنوب أفضل منطقة بالعالم. ترى هاي الناس عندها رسومات، ترى هاي متسمية الأحزاب. نعم. يعني حزب الدعوة غدا اللي كان وياه، كل حزب غدا شعبه ظل بس المعدن مشيرة، وين بين دقات العشائر وبين سرقات الحكومة وبين مواد دجلة والفرات، ومصرنا إلى مجهول، ما حد اللي يوقف للشعب هذا المسكين. يعني والله يعني ما أدري إيش أقول على اللي راح يصير بينا، ما أدري. أنا طيب يعني أنت تقول يا سيد أبو علي إنه الأحزاب الموجودة اليوم في العراق هي السبب بأنها تجعل العشائر تتصارع ما بيناتها وتنشغل بهذه التوافه وتنسى موضوع البلد واحتياجات الناس؟ يعني دعم الأحزاب للعشائر هو اللي قادهم إلى هذا التمادي؟ والله العشائر هذا هو خطأها الكبير، لأن هي صنعت الدكتاتورية وظلت تعاني من عندهم، يعاني تعاني شعوب العشائر من عندهم. يعني من مسافات بعيدة هاجت العشائر وتكاثرت من 2003 جات تكاثرت. بس لما نخاطب شيوخ العشائر طلعت انتوا عذلكم، قلتوا هاي الجنوب ما بتأمين صحي، طلعت وطالبتوا إلى
الكهرباء والماء، ترى احنا نشرب مياه أتنا بالشطوط تجي أتنا. نعم. قاعد يشرب أصحاب العراق والدولة تاخذ عليهم كل بيت 500,000 600,000. من تاخذ منها الناس الفقراء. ترى الإصلاح ما قام على الإصلاح لمحاربة الحيتان الفاسدة، لا. الإصلاح أول ما بدأ بالفقر الجيدة والضرائب. آخر يوقع حظه وحظه لأنه كان متربي وسلاحه ولفرونه. والله الله إن شاء الله يوم القيامة وقفتكم كبيرة أمام الله. نعم. وإن شاء الله تنحشن ويا فرعون. سيد أبو علي أنا أشكر حضرتك من الديوانية، كنت معنا. ويانا السيد أبو يوسف من كركوك، تفضل يا أبو يوسف. السيد أبو يوسف من كركوك. أبو يوسف من كركوك موجود؟ فقدنا الاتصال. أحمد من مصر، تفضل يا أحمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحيي قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله أحمد. بالنسبة للعمالة الأجنبية في العراق، وأنا ليه تعقيب على الأخ هشام من باب اللي بيقول لك العمالة المصرية. فإحنا عندنا عمالة عراقية عايشين في مصر، وناس عراقيين على دماغنا من فوق، معززة مكرمين. نعم. ما حصل خلاف بين الرئيس صدام حسين وحسن مبارك على قضية ما، في ناس قالت لصدام اطرد المصريين العمالة المصرية اللي عندك، خلي الشعب العراقي يسمعني زينا يا استاذ محمد. صدام حسين قال له لا، قال الارائين اللي بيقولوا له اطرد العمالة المصرية من عندك، قال له لا، الشعب المصري شعب خطيه، على ما زمان الارائين بيقولوا خطيه يعني غلبان غلابه، والشعب المظلوم ما لهمش نكهه ولا جمل، لانهم بيعملوا بيعمروا في البلد. نعم. وناس محترمه. طيب. واحنا عندنا عراقيين في مصر. سيد احمد، لا خلاف على احترام المصريين على يعني العماله المصريه الموجوده في العراق منذ سنين، وليست الان وليست بعد الاحتلال، هي منذ الثمانينات موجوده، والشعب العراقي متعايش مع المصريين، مع شقائهم المصريين ومع كل الجنسيات العربية، ليست هذه نقطة الخلاف. كان حديث المواطن أنه البلد الآن فيه نسبة بطالة تصل إلى 40%، والعراقيين الشباب والنساء يجلسون على الأرصفة بلا تعيين ولا وظائف. طيب، وفي المقابل هناك عمالة أجنبية بغض النظر الجنسية، عمالة أجنبية موجودة في العراق تأخذ من أموال العراقيين، تأخذ وظائف العراقيين، تأخذ أماكن العراقيين. أليس الأولى في أي بلد وليس في العراق فقط أن تولي الحكومة الاهتمام للناس، لأبناء البلد، وبعدها ننظر إلى العمالة الأجنبية وحاجة البلد إلى استقدام عمالة من الخارج؟ مو هذا الكلام صحيح؟ كلامك صحيح يا أستاذ محمد. المفروض ابن البلد أولى. نعم. أولى أنه يشتغل في قطاع، يعمر في البلد ويبني في البلد. فاحنا عندنا شركات مصريه شغالين في الديوانيه، الاخ اللي من الديوانيه عارف الكلام، عملوا محطه كهرباء كان بيشغلوا عراقيين معاهم. نعم. انا شغال في شركه مولات عرب. نعم. مولات عرب طبعا عرب. حتى بس نكون واضحين يا سيد احمد، الحديث ليس على العماله المصريه، نحن نتحدث بشكل عام عن العماله الاجنبيه في العراق التي تنافس. يا استاذ محمد. نعم. الاب عندك في حكومتك حكومه مش عارفه تمشي. نعم. امور. نعم. نعم. يعني ابن البلد المفروض يتعين الاول، مثلا المفروض ابن يعني العراق بلد بتروليه، يعني نعم. فيها بترول وفيها نفط، يعني السعودي بيتكلموا على السعودي والخليجي. الخليجي ما بيشتغلش لانه بياخد راتب من الدوله، والبلد بتروليه. يعني انتوا مثلا 40 مليون. نعم. احنا في مصر 100 مليون مواطن. نعم. يعني نعم. عايزين اكل وشرب وعماله. انتوا 40 مليون المفروض لو حكومه نظيفه ومش ما فيش في سرقة أو حشوات حرامية اللي مسكنة البلد من 2003، ما كانش الشعب كده، كان المفروض يقعد في بيته وجيله راتب. نعم. الخليجي. نعم. ما عمال يتبوع على السعودية يقول السعوديين. إذا نعم، نحن نصل إلى نقطة يعني نقطة الإجابة هنا سيد أحمد، وأنا أشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا، أن العيب والخلل في الحكومة، الحكومة التي جعلت ابن البلد يجلس على الرصيف وتركت الفرصة للأجانب واستقدمت عمالة أجنبية وفتحت الباب أمام الشركات الأهلية لتأتي بعمالتها من بلدانها بدل أن يتم الاعتماد على ابن البلد، وضاعت فرص كثير من شباب العراق وذهبت إلى الأجانب.
حديث ليس عن المصريين، عن الأشقاء العرب المصريين، الأشقاء العرب من كل الجناسي من كل الدول. الحديث كان عن العمالة الأجنبية، حتى لا يأخذ الكلام بمنحى آخر. كان المقصد من الكلام أنه نحن أولى، وأي بلد في مصر المصريون أولى بأن يتعينوا في الشركات الأهلية والخاصة قبل الأجنبي، في الأردن، في لبنان، في سوريا، في كل الدول المحيطة بنا وفي كل الدول العربية وفي كل العالم أصلا. هذا منطق يجب أن تسير عليه الدول، ابن البلد، ثم بعد ذلك إن اقتضت الحاجة نأتي بأجانب ليعملوا لدينا. لكن هذا الموضوع للأسف لا يطبق في العراق. ويانا السيد أبو جاسم، من وين؟ من الديوانية، تفضل يا أبو جاسم. شلونك أستاذ؟ حياك الله أبو جاسم، أهلا وسهلا. أنا عندي مناشدة الوزير التجارة. نعم. طحين من شهر الثامن انطانا، وهاي صار 4 أشهر طحين ماكو. إحنا مو عراقيين إن حصل النفط. نعم. إحنا بدنا طحينات، بدنا التمنات فيه نحاض، هذا التمن ينطنا ينزل للحيوانات. هذا الزيت اللي طريال زفير ما يتركب بيه. ليش احنا الشعب العراقي عندنا خير كثير؟ نعم. ليش ما ينطونه؟ والمناشد الوزير البيئه هذا الذبان والبيض يكلنا ما داوون، كان صدام حسيني رش قبيل، انت شنو من مله؟ نعم. ليش برايك سيد ابو جاسم، فقدنا الاتصال، دا أسأل ليش برأيك هاي الأحزاب اللي تحسب نفسها على محافظات الوسط والجنوب تارك أبناء هذه المحافظات كاتلهم الفقر، المرض، الجوع، البطالة وغيرها من هذه والأمراض طبعا والأوبئة الموجودة والمنتشرة بسبب تلوث البيئة الموجود في المحافظات الوسطى والجنوبية، طبعا كل العراق، لكن كما قال السيد أبو علي من الديوانية أكثر المحافظات المتضررة من الفقر والجوع هي محافظات وسط وجنوب العراق. وطبعا هذا الموضوع أيضا موجود في كل المحافظات العراقية، لكن نتحدث عن أرقام، فمحافظات وسط وجنوب العراق فعلا هي الأفقر في العراق. دعونا نكمل مشاهدينا الكرام مع حضراتكم ما لدينا من فقرات ضمن هذه الحلقة. طبعا أكدت مصادر مطلعة أن النقص الكبير في الأبنية المدرسية الذي يعاني منه العراق يرجع إلى عدم امتلاك وزارة التربية قطع أراضي. أضافت المصادر أن مديريات التربية في جميع المحافظات العراقية تواجه مشكلة كبيرة في رسم الخطط السنوية الخاصة ببناء المدارس لعدم وجود أراضي مخصصة لها، وأن هذه المشكلة فاقمت من أزمة نقص الأبنية المدرسية لا سيما في ظل الكثافة السكانية المتسارعة وازدياد أعداد الطلبة. هذا الناشط من محافظة البصرة أكد وجود عدد من الأبنية المدرسية التي وصلت مراحل متقدمة من الإنجاز لكنها لم تستقبل التلاميذ هذا العام بسبب الفساد الذي شاب إنجاز مشاريع بناء تلك المدارس. وانتقد أيضا الناشط في المقطع الذي سنشاهده بعد قليل صمت وزارة التربية وعدم اتخاذها لخطوات فعلية لاستثمار المدارس في وقت تكتظ فيه المدارس الأخرى بالدوام الثلاثي والرباعي. لنشاهد. من الشمسومية من حي الخضرة، هاي المدرسة من 2011، هذا المشروع وزاري، وبالتالي هاي المدرسة كاملة واصلة نسبة الإنجاز إلى 80 إلى 90%. ما أعرف وينك يا محافظ البصرة، وينك يا مدير التربية، إحنا بعام الدراسي وكل صف في 100 طالب، ما تجي تزور هاي المدرسة وتفتزعها أو ترفع تقارير أو تسحبها من الوزارة وبالتالي تكملها وخذ الناس محتاجتها. تعرف صار اكتظاظ بالمدارس، ما معقول هاي المشاريع جاي تندثر، ظل للدعارة، ظل للوساخة، ظل للعرق، ظل للمرق، ملايين، هاي ملايين صرفت عليها. هذا المشروع شقد كلفته، شقد فلوسه؟ صحيح ما صحيح وزارية، بس أنت والمحافظ والنواب والناشطين والناس الخيرة تقدر تسوي له وقفة، تقدر تنتفض إلا ما مو إذا ما للوزارة ما لنا ومناطقنا، هاي مدارسنا، هذا مستقبلنا بالبصرة. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. تحدث الناشط ما
من محافظة النجف أبو زين العابدين الحسناوي عن المدارس التي خصصت لها مبالغ طائلة ضمن الاتفاقية الصينية التي لم ينفذ منها إلا حجر الأساس. وبيّن الناشط حجم الفساد الكبير في هذه الصفقة والعمولات التي دفعت بطرق غير شرعية وسط غياب التنفيذ الفعلي للمشروع على أرض الواقع. لنشاهد. في زمن حكومة الكاظمي قبل عام تقريبا وقع على عقد المدارس الصينية في العراق تقريبا 1000 مدرسة، 1000 مدرسة بسعر المدرسة 3 مليارات، 1000 مدرسة سعرها 3 مليارات، يعني معناها 3000 مليار دينار عراقي. ووقعوا 1000 مدرسة نموذجية سعر المدرسة 6 مليار دينار عراقي، يعني 6000 مليار عراقي. شوف الأسعار، 1000 مدرسة المو نموذجية العادية ب3 مليار باعوها بسوق سوداء في مكاتب هاي الشركة الصينية اللي ما معروفة ما معتمدة عالميا بسعر مليار. يعني المقاول العراقي المهندس المشرف من الراتب الدولة العراقية هو عراقي، العمال والمهندسين كل عراقي مثل ما تشوفون، وصالها سنة على هذا الوضع. معظم المدارس في العراق هي فقط أساس، صار من الشهر الثاني بدأ التنفيذ هذا، الشركات يجون الصينيين في بعض المدارس في العراق إشراف فقط ب3 مليار. يعني بس دققوا الكارثة، يربح المقاول والإشراف والغير مليار عراقي يشترون من السوق السوداء أو المقاولين عبر مكاتب في محافظة النجف في بغداد، يربحون الشركة الصينية مع الكومبوشينات ومنا وخلف الطاولة 2000 مليار دينار عراقي. دعونا نستعرض التعليقات سريعا على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. لدينا تعليق من نبيل الحاتمي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هاي المليارات تتطاير والطلاب المساكين يدرسون في مدارس كرفانية وبدون كتب، وإلى الله المشتكى. يقول عبد الكريم عبد الله: العراقي لا يعرف بناء مدرسة، منذ الستينات العراقي يبني مدارس والتي لم نراها تسقط على طلابها، وبدل أن تنشئ لنا الصين معامل ومصانع ذهبنا للتعاقد معها على مدارس. علي طالب ناهض يقول: كل شركات مقاولات العراق ماشية على هذا الأساس، واحد يبيع المشروع للثاني في سبيل استفاد كم مليون، لحد ما المشروع يخلص ب5 سنوات مع التلاعب بنسبة المواد بالاتفاق مع كل دوائر الدولة من بلدية إلى المحافظة. حيدر العبودي يقول: بالناصرية هم عندنا هيك مدارس، شغلهم كلاوات، وأكو بيهم عهد المالكي باقي بس هيكل، من عهد المالكي لغاية الآن عبارة عن هيكل. معنا أحمد من الديوانية، تفضل يا أحمد. وعليكم السلام محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام الغالي، أنا أحكي لك عني وعن مجموعة وياي تقريبا بال20,000 إحنا جماعة الجيش السابق. نعم. لحد الآن بدون رواتب بذريعة شنو؟ ولا أنت ما عندك هوية أصدقاء، أنت ما عندك بداية خدمة، انت ما استلمت القطعة، زين ما استلمت القطعة مثلا كان عندي اشكال بالاسم الاب واسم الجد واكو تغيرات هيجي. نعم. زين اقراني وياي يعني بنفس الوحدة وياي بنفس الدورة وياي. نعم. ياخذ تقاعد وانا ما اخذ تقاعد من 2005 لحد الان. نعم. تعبنا ما خلينا واحد ما ناشدنا، النواب ناشدناها، القنوات خابرناها، كلها صحيح ما حد يستجيب لنا يعني. انطيني تراجع لك دائره لك انطيني رقم تليفونك وروح احنا نخابرك. واللي مخابره هاي تعطيها بالسنه سنتين 3 سنوات مرات، ما حد يخابرك اصلا الا راجع مره ثانيه. نعم. ولحد هسه ما نعرف شنو، هاي يقول امر ديواني، هذا يقول ما عندك هويه اصدقاء، هذا يقول الموافقه الامنيه مال الزواج قبل 50 سنه. نعم. ولحد الان ماكو يعني لا نقدر نقدم على رعايه، ما نقدر نقدم، احنا عسكر وخدمنا 40 و45 سنه و32 سنه، ليش نروح ندور رعايه وغير رعايه؟ نستنكف انه ندور رعايه واحنا اصلا خدمنا بالجيش وبالحرب. يعني هذا يقودنا الى سؤال سيد احمد، انه ليش انت مالك تقاعد، او ليش البرلماني اللي يخدم 4 سنين داخل الحكومه اللي ما يقدم اي شيء للمواطن الا تقاعد بمجرد ما يخلص؟ شنو وين العداله بالعراق؟ الصراحه
هسه نقول برلماني فصلوا القانون على جدهم. عوف البرلماني استاذ محمد، هسه هاي الناس اللي يجيب له اثنين يحلفون انه هذا كان برفحه كان بغير مكان، يجيب اي واحد يحلف له، يعني يحلف له قسم كاذب. نعم. وياخذ راتب وكذا، راتب قوي. وانا اللي خادم اجيب له 14 15 مستمسك من اجازات دوريه من دفتر خدمه من غير. نعم. يقول ها والله انت ما ادري شلون تحاربون النظام، ما اعرف شو يعني ويا النظام. تحاربون ويا النظام. والله من 2005 لحد هسه احنا ننتظر. لا يقولون ما لكم. نعم. تروحوا تمويكم مو عراقيين تروحوا شوفوا دربكم غير دوله ما عندنا مشكله. ولا يقولون لكم ولا يقولون شنو اشكالنا، ياملوننا وكذب. نعم. سيد احمد يعني اتمنى تعبنا ملينا سيد أتمنى محمد صوتك يوصل. نعم اتمنى صوت حضرتك يوصل ان شاء الله، ولعل وعسى يكون اكو بادره امل انفراجه قريبه بالنسبه لموضوعكم. الله يكون بعونكم، فعلا ظلم على جميع المتقاعدين الموجودين في العراق ان كانوا مدنيين او عسكريين، لا احترام لا تقدير، اذلال، وبالاضافه الى ذلك لا يعطون حقوقهم اللي تعبوا سنين خدموا هذا البلد لسنوات طويلة، وفي النهاية يجون يأخذون مئات آلاف الدنانير اللي ما تسوي بالدولار أي شيء ولا تعيش في هذا البلد اللي ارتفعت به تكاليف المعيشة. في المقابل عندنا مثلا مؤخرا حكومة الكاظمي بجميع وزرائها والنواب السابقين أحيلوا إلى التقاعد. إيش قدموا للعراق؟ حكومة عادل عبد المهدي أحيلت للتقاعد، إيش قدموا للعراق؟ وكل الحكومات كرئاسات وزراء ووزراء وكذلك نواب برلمانيين أحيلوا إلى التقاعد، وهم دمروا هذا البلد وأفقروا شعبه وأفسدوا في كل مكان وطأت فيه أقدامهم. هل هذه هي العدالة؟ هل هذا هو الحق؟ اليوم يجي واحد مثل ما يقول أحمد بن الديوانية جايب لشاهد زور على أساس أنه هو من رفحة يأخذ رواتب إلى ولكل فرد من أفراد عائلته، ورواتب الرفحاوي الحد الأدنى 3 ملايين دينار عراقي، وكنا عرضنا هذا الموضوع في السابق، لكل فرد من أفراد العائلة 3 ملايين دينار عراقي يتقاضاها الرفحاوي اللي شارك في تدمير هذا البلد، اللي شارك في ضرب أبناء بلده، في قتل أبناء بلده. عموما مشاهدينا، أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وأشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.